السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، عدنا والعودة أحمد يا جماعة. سعد الله أوقاتكم بكل خير والسعادة يا رب العالمين، والسعادة لقلوبكم الطيبة، وشكرا جزيلا الشكر إخواني أخواتي من حي الزيتون. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى أفضل الصلاة والسلام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، انصر فلسطين الشقيقة والصديقة، اصلح امورنا، اهدنا الطريق المستقيم، ارزقنا الذرية الصالحة، اشف كل مريض يتألم ولا يتكلم. بني محمد يا إخواني يا أخوات، أو سباتة الأكاديمية يا إخواني يا أخوات، أكاديمية القوات المسلحة الملكية تحت شعار المقدس الله الوطن الملك. استعداد المعرض الدولي للفلاحة إخواني أخوات، كما تشاهدون أمامكم استعداد المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس من شارع الصواني. وصولنا إلى القصر الملكي مدينة مكناس. إذن كما تشاهد الإصلاحات في الأسوار، ونحن دخولنا إلى ساحة القصر الملكي بمدينة مكناس تحت شعارنا واحد الله الوطن الملك. عاش ملكنا محمد السادس، عاشت الأسرة العلوية، عاش المغرب وعاش العالم كله. نتمنى دائما السلم والسلام للعالم كله. Thank you.
وصلنا إلى رمبان أروامزيل ودخولنا إلى حمرية إن شاء الله. I'm gonna make you mine.
تخشى زقوق لو دغري لو بحل إخواني أخواتي مع السلامة.